الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مقرر اللجنة المالية النيابية في العراق أحمد الصفار إن إيرادات النفط الزائدة يتم استخدامها عادة في تمويل العجز، وفي حالة الوفرة يتم إعداد موازنة تكميلية أو تدويره للموازنة القادمة على حد قوله. وقال الصفار إنه حسب قانون الإدارة المالية وحسب الوقائع الموجودة الآن يمكن تدوير الأموال الزائدة كرصيد للموازنة القادمة، لأنه لم يتبقى الوقت الكافي كي تتمكن الحكومة من تنظيم موازنة تكميلية، خاصة وأن الموازنة الفعلية لم تنفذ بالكامل حتى الآن. تسببت أربع عوامل متداخلة في شل حركة السياحة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وسط تأكيدات بعض العاملين في هذا المجال بأنهم يتعرضون لخسائر مادية جسيمة قد تقودهم للإفلاس. وقال مدير إعلام قائم مقائمة قضاء خانقين يوسف إبراهيم إن تداعيات فيروس كورونا والوضع الاقتصادي وأزمة الكهرباء وارتفاع حرارة الأجواء كلها عوامل متداخلة أسهمت في شل الحركة السياحية في خانقين. وأضاف أن الوضع صعب جدا، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية في خانقين قاسية، لأن الجزء الأكبر من الموظفين مرتبطون بدوائر كردستان العراق وهناك تأخر في تسديد الرواتب. أعلن مدير معمل مكبس التمور في ديالى توقفه عن العمل بسبب فتح الحدود لمنتجات منافسة من دول الجوار وبأسعار رخيصة. مدير المكبس أثرعوني رزقي قال إن الواقع الزراعي الحالي وعدم العناية بالنخيل ومكافحة الآفات بالإضافة إلى فتح الاستيراد أدى إلى تراجع تصنيع التمور، مؤكدا أن هذا المعمل حاليا لا ينتج على الرغم من أن رأس مال الشركة هو 17 مليارا و500 مليون دينار. أعلنت وزارة الطاقة السودانية أن الحكومة رفعت أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم، وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار جاءت وفق التقويم الشهري لأسعار البنزين والديزل، وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها سودانيا للتر الواحد إلى 320 جنيها، في حين صعد سعر الديزل إلى 305 جنيهات للتر الواحد. سجلت أسعار الدولار الأمريكي أعلى مستوى لها منذ 15 شهرا مقابل الين، وأعلى مستوياتها في عدة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وارتفع الدولار بنسبة 0.7% مقابل الين هذا الأسبوع، فيما ارتفع بنسبة 0.6% إلى 111 ينا في أوائل آسيا، حيث أعاد المستثمرون تقييم مراكز الدولار القصيرة بعد شهور من البيانات القوية والتحول المتشدد في اللهجة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. اتفقت 130 دولة على فرض ضريبة عالمية دنيا على الشركات لا تقل عن 15%، فيما وصف بأنه خطوة جبارة ويوم تاريخي. وأعلن الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماتياس كورمان أنه بعد سنوات من العمل والمفاوضات المكثفة ستضمن هذه الحزمة أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب أينما تواجدت في العالم. ختام الموجز بأمان الله.